بعض الثواني لحد أن يلتحق بنا زملائكم وزميلاتكم. أظن أنه في مشكلة في الدخول، يعني ممكن هناك ضغط. مرحبا ملاك. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين. إن شاء الله اليوم نكون مع بعض في هذا اللقاء الحي الثاني، والذي سوف نخصصه لمواصلة تقديم المحاضرات المرئية، وخاصة المحاضرة الأولى وأيضا جزء من المحاضرة الثانية. وهنا إن شاء الله سوف نتحدث عن أبعاد نظم المعلومات الإدارية، عن النظام ومكوناته، ونماذج النظم السائدة إن شاء الله، ونظرية النظم. هذا إن تمكنا إن شاء الله بنهاية هذا اللقاء الحي لتقديم هذه النظرية. إذا كنا تحدثنا الأسبوع الماضي، كنت قدمت لكم المقرر ككل، قدمت لكم الفهرس، أيضا أرسلت لكم عن طريق نظام تدارس يعني بعض المراجع التي يمكن أن تستفيدوا منها. ايضا اعطيكم يعني بطبيعه الحال ارسلت لكم يعني الفهرس لكي تقدروا ان تتبعوا العناصر التي سوف نتحدث عنها في هذا المقرر. ثم قدمنا المقرر ككل وتحدثنا عن طريقه العمل. وقلنا ايضا انه اليوم بما اننا نتحدث اهميه، تحدثنا ايضا على اهميه نظم وتكنولوجيات المعلومات، وخاصه هذه الاهميه اتضحت من خلال لما اليوم اصبحنا نعيش في سوق عالمي مع تحرير التجاره وتراجع الحدود الإقليمية للدول. وقلنا أن نظم المعلومات تطورت من مفهوم البيانات والمعلومات إلى مفهوم أكثر شمولية، وقلنا أنه أصبحت جزءا أساسيا من موارد المنشآت. إذا هنا ويعني قلنا أن المنافسة بطبيعة الحال لن تعتمد فقط على المنتج أو الخدمة المقدمة من قبل المنظمة، بل أصبحت تعتمد على مساهمة الإنسان في نظم المعلومات والمعرفة. إذا هنا وهذا هام جدا وأكدنا عليه الأسبوع الماضي، قلنا أن آليات العمل اختلفت وأكدنا عليه، وصارت أكثر ارتباطا بنظم المعلومات الإدارية. إذا هذا تفكير سريع بما رأيناه الأسبوع الماضي. وإذا بطبيعة الحال بالنسبة لأبعاد نظم المعلومات، أنه تحدثنا الأسبوع الماضي قلنا أنه لأهمية نظم المعلومات فهي تؤمن القيمة للمنظمة كتنظيم، وهي تؤمن أيضا الحل الإداري لتحديات البيئة المحيطة بها. لذا بطبيعة الحال يتطلب استخدام نظم المعلومات بفعالية، وهذا هام جدا هنا، يتطلب استخدام نظم المعلومات بفعالية الفهم الكامل لأبعاده. بما أننا أصبحنا مجبرين ولسنا مخيرين على استعمال نظم وتكنولوجيا المعلومات، فإننا باستخدام هذه الأنظمة نحن نطلب أن يكون الاستخدام بتاعها بفعالية. إذا وجب الفهم الكامل لأبعادها الثلاث. ما هي هذه الأبعاد؟ البعد الأول وهو البعد المنظمي، هام جدا هنا أنكم تعرفوه. البعد الثاني وهو البعد الإداري، والبعد الثالث وهو البعد التكنولوجي. إذا بالنسبة لبعد المنظمة، إذا بطبيعة الحال ما هي وظائف المنظمة؟ لنعرفها تقليديا بطبيعة الحال، ما هي وظائف المنظمة؟ ما هي وظائف المنظمة؟ إذا سهل جدا هذا السؤال، يعني هذا سؤال في مجال الإدارة بصفة عامة. إذا تسويق، ما شاء الله يا عيسى بارك الله فيك، يعني يا فاطمة، تسويق، الإنتاج، الموارد البشرية، المالية، المحاسبية إلى آخره. إذا كل هذه الوظائف هم بطبيعة الحال يتفاعلون فيما بعدهم من خلال البيانات، من خلال البيانات والمعلومات التي يعني يقع التنسيق فيما بينهم، بين جميع هذه الوظائف. إذا فهذه الوظائف هي بحاجة اليوم إلى نظام معلومات محوسب. ما معنى محوسب؟ يعني كمبيوترايزد، يعني يعتمد على الحاسب الآلي. يكون بطبيعة الحال دور هذا النظام، وهذا هام جدا جيدا، إذا دور هذا النظام هو تأمين السرعة والدقة والكفاية.
الذي لا يمكن أن يوفرها الإنسان بطبعه، وهذا يعني الحمد لله يعني نعمة الله في خلقه، فتكون عند الإنسان يعني محدودية التعظيم، محدودية التفاعل مع الملفات والسرعة محددة إلى حين، وهنا أنجح الإنسان أو يعني بطبيعة الحال يعني خلق الإنسان هذه الأجهزة، أجهزة الكمبيوتر، وهي تؤمن بطبيعة الحال السرعة وخاصة الدقة والكفاية بالنسبة لجميع الوظائف داخل المنظمة. البعد الثاني وهو البعد الإداري. إذا ما هي وظائف الإدارة؟ أظن أعطوها جيدا. وظائف الإدارة، ممتاز جدا يا شيماء، يا فاطمة، يا هيفاء، ما شاء الله عليكم، يا نهى. إذا وظائف الإدارة هي التخطيط، التنظيم، والتوجيه والرقابة. هذه الوظائف الأربعة الأساسية إن أردنا، يمكن في بعض الأحيان نقسمها إلى خمسة أو إلى ستة، لكن هذه الوظائف الأربعة، وهي أيضا بحاجة إلى أنظمة وتكنولوجيا المعلومات، خاصة مثلا في مجال، ناخذ مثال مثلا في مجال الدايركشن، مجال التوجيه. ماذا تفعل الإدارة هنا؟ فهي تتخذ قرارات، ايضا تقوم بعمليه القياده، لا ننسى ايضا الكوميونيكيشن، عمليه الاتصالات التي يعني درسناها. هذه الاتصالات يمكن تكون الصيغه نتاعها بشكل تنازلي، بشكل تصاعدي، افقي، قطري الى اخره، وايضا تساعدنا في مجال الدافعيه وايضا التنسيق الكوردينيشن. اذا هنا نحن نتحدث عن نظم معلومات الاعمال بطبيعه الحال، والتي تعكس تطلعات وتوجهات وطموحات مدراء هذا العالم. البعد الثالث وهو بعد هام جدا، شفتوا انه البعد الاول والبعد الثاني بطبيعه الحال، اين سنستعمل نظم معلومات؟ سوف نستعمله داخل المنظمات. من ايضا سيستفيد من المجال الاداري ان اردنا، لكن ايضا البعد الثالث هام جدا هنا بالنسبه لنظم معلومات، وهو البعد التكنولوجي. البعد التكنولوجي، اذا فتكنولوجيا المعلومات تعتبر واحده من ادوات الاداره المستعمله لمعايشه التغيرات، مما تتالف هذه العناصر التكنولوجيه. يعني بطبيعه الحال ممتاز جدا يا جاسر، نعم كل الابعاد تستفيد من النظام المحوسب، جزاك الله خيرا، ممتاز جدا. اذا فيمكن ان نتحدث على اربع عناصر اساسيه في مجال التكنولوجي. يمكن نتحدث على المكونات الماديه والاجهزه الهاردوير. هنا نتحدث مثلا لو نريد اليوم نشتري جهاز كمبيوتر، يمكن ان نبحث ان الشاشه، العنصر التكنولوجي يهمنا كثيرا. مثلا الشاشه سوف نبحث كم من ميجا بيكسل مثلا في هذه الشاشه، او الشاشه هذه تكون تكسل الى اخره. المكون الثاني الهام الذي نتحدث عنه وهي كل ما يهم المكونات البرمجيه، وهنا سوف نتحدث عن برمجيه التشغيل، برمجيه التطبيقات، ستيتمنت الارقام التي تفعل الاجراءات التي يعني يتكون منها هذه البرمجيات. البعد الثالث هام جدا، ليس البعد، نتحدث عن العنصر الثالث فيما البعد التكنولوجي، وهي تكنولوجيا التحديث، ستورينج تكنولوجي. اليوم تعرف انه اشكاليه بطبيعه الحال العديد من الشركات اصبحت تعاني من يعني من البيانات الضخمه ان اردنا. شوفوا لهنا كيف انه الاشكاليه تطورت. كنا قبل نعاني، الشركات تعاني من خلينا نقولوا التخزين الورقي، التخزين الورقي والملفات الورقيه، ثم اتت يعني ان اردنا السي دي، ثم الهارد ديسك يعني الخارجي الى اخره. الى اليوم اصبحنا نتحدث يعني عن يعني بيانات ضخمه جدا، كيف يمكن ان نحلها؟ الحل اليوم اصبحنا نتحدث عن الكلاود كومبيوتينج، او عن الحوسبه السحابيه. وهنا يعني بطبيعه الحال يمكن نتحدث على تكنولوجيا التخزين يعني متقدمه جدا. العنصر الرابع، نعم، الان لا يوجد بالشركه مكتب ارشيف، ممتاز جدا يا جاسر. الارشيف يعني اصبحنا يعني نتحدث على عقدة الترشيف، الأرشيف وصعوبة إدارة الأرشيف إلى آخره، لكن اليوم بطبيعة الحال يعني ندير هذه البيانات والمعلومات اللي عند الشركات عن طريق الأنظمة وتكنولوجيا المعلومات. لكن نفس الشيء، الشركات تلقى نفسها في وضع يعني محرج، العديد من الإشكالات نظرا للبيانات الكبيرة والكبيرة جدا التي أصبحت تملكها هذه الشركات. فعملية التخزين أصبحت صعبة جدا، وهنا الحل أتى عن طريق الحوسبة السحابية إن أردنا الكلاود كومبيوتينج باللغة الإنجليزية.
لكن دائما نقول يعني المصطلحات هنا اللغة الإنجليزية لن يعني أؤكد عليها، فقط حتأتي ممكن عنصر أو اثنين سوف نتحدث عنها. ممتاز يا شيماء، جزاك الله خيرا، يعني نتحدث اليوم العديد من الأمثلة في مجال الكلاود، يعني نتحدث مثلا عن عملية تخزين، نتحدث عن دروب بوكس، نتحدث عن الوان درايف إلى آخره إلى آخره إلى آخره. إذا لسه نحن في أبعاد نظم المعلومات يا سوسن. يعود سمحت يعود لسه يعني إذا أيضا نتحدث عن العنصر الرابع وهو تكنولوجيا الاتصال في الشبكات. لا يمكن اليوم أن نستغني تكنولوجيا الاتصالات والشبكات. اليوم بطبيعة الحال أصبحنا نتحدث عن فايبر مثلا في مجال الإنترنت، والتي تمكننا من السرعة في مجال الناس، وأيضا الصيانة التي تكون يعني أسهل من استعمال الواي فاي. إذا اليوم استخدام شبكة الإنترنت وبشكل واسع، أصبحنا نتحدث عن استخدام الناس، تكنولوجيا الناس إن أردنا، وبشكل واسع إما من قبل الأفراد أو خاصة من قبل المنظمات أيضا، يعني وهي هامة جدا لعملية تنسيق أو عملية الإدارة أو عملية اتخاذ القرار أو إدارة جميع الملفات التي بحوزة المنشآت، مثل الملفات التسويقية، الملفات المالية، الملفات المحاسبية، الملفات الموارد البشرية إلى آخره، ملفات التعامل ما بين الشركة ويعني مورديها وعملائها وشركائها إلى آخره. إذا هذا فيما يخص الأبعاد الأساسية لنظم المعلومات. إذا قلنا أنه يعني أؤكد على هذا، قلنا أنه يعني التعليق قلنا أنه يتطلب استخدام نظم المعلومات لفعالية. إذا أننا نفهم الأبعاد هذه الثلاث، وهي البعد المنظمي، البعد الإداري، والبعد التكنولوجي. إذا الحين سوف نتحدث عن نظام ومكونات النظام. سوف نبدأ بطبيعة الحال المقرر بتاعنا اسمه نظم المعلومات الإدارية، Management Information Systems. يعني تحدثنا عن الإدارة، إن أردنا هي مصطلح يتكون من ثلاثة كلمات، نظم المعلومات والإدارة. كنا تحدثنا عن العنصر الإداري، أو ما زلنا نتحدث أيضا عن العنصر الإداري، وهو يعني عنصر هام جدا في هذا المصطلح. لكن أيضا سوف نتحدث الحين عن الكلمة، كلمة النظم، وبعدين سوف نتحدث عن كلمة المعلومات أو البيانات والمعلومات والمعرفة. إذا سوف نبدأ الحين بمصطلح النظم داخل هذا المصطلح الكبير اللي هو نظم المعلومات الإدارية. ما معنى النظم؟ أو خلينا ناخذ نظام، ما معنى نظام سيستم؟ ما معنى نظام هام جدا 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 هنا يا جاسر. لا يا جاسر، لا 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 لا، ليس نوعين هم الهارد والسوفت وير. لا، النظام ليس الهارد وير والسوفت وير. لا 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 لا، ممتاز. اذا انتبهوا جيدا، وانتبهوا جيدا جيدا جيدا، اؤكد على هذا. اذا النظام هو مجموعه من العناصر او الاجزاء المترابطه التي تعمل بتنسيق تام وتفاعل، تحكمها علاقات وآلية عمل معينة في نطاق محدد، وذلك لتحقيق غايات المشاركة وهدف العمل. سوف أتوقف هنا. قبل كل شيء خلينا نفهم معنى النظام. معنى النظام قلت أنه هذا هام جدا لكي نقدر نفهم بعدين تعريف نظم المعلومات بصفة عامة. إذا قلنا أنه النظام هو مجموعة من العناصر إلى آخره. لو ناخذ مثال بسيط جدا، إذا سوف نأخذ مثلا جزء من الإنسان. هل جزء من الإنسان يمكن اعتباره نظام؟ هل جزء من إنسان يمكن اعتباره نظام؟ نعم، ممتاز جدا. إذا من ماذا يتكون؟ لو نرجع للتعريف اللي عندنا، يتكون من مجموعة من العناصر أو الأجزاء، قلب، رئة، كلى إلى آخره، وهي تعمل بتنسيق تام وتفاعل، صح ولا لا؟ صحيح ولا يا شباب؟ وتحكمها علاقات وآلية عمل معينة، هذه العناصر أو الأجزاء، في نطاق محدد، النطاق حقنا هو جسم الإنسان، وذلك لتحقيق هدف مشترك وهدف عام. الهدف العام بطبيعة الحال، الهدف العام هو الحياة والأهداف المشتركة، أنه كل جزء أو كل عنصر داخل هذا جسم الإنسان أنه يشتغل بصفة يعني جيدة لكي يمكن أن يعطي الطاقة لهذا الإنسان. إذا أخذنا مثال الإنسان، لو أخذنا الحين جهاز الكمبيوتر، هل يمكن اعتباره نظام على حسب هذا التعريف؟ هل يمكن اعتبار جهاز الكمبيوتر نظام؟ ممتاز جدا يا شباب. نعم، إذا لو أخذنا هذا التعريف وجزأناه، نلقاو أنه جهاز الكمبيوتر هو أيضا مجموعة من العناصر أو الأجزاء المترابطة، وهي تعمل بتنسيق تام وتفاعل، تحكمها علاقات وآلية عمل. إن أردنا هي الأجزاء والعناصر داخل جهاز الكمبيوتر بصفة
تكلفه سهله جدا، يعني من الهارد ناخذ شاشه كيبورد ماذر كارد البرمجيه الى اخره، وتحكمها على علاقات واليه عمل معينه في نطاق محدد لتحقيق الغايات المشتركه وهدف العام. دائما اتوقف لحد هنا. ايضا هل يمكن ان نتحدث عن جامعه الايمان كنظام؟ هل يمكن ان نتحدث عن جامعه الايمان كنظام؟ نعم نفس الشيء، وهي مكونه من كليات ومعاهد طلاب جامعه الايمان الى اخره، والبيئه حق جامعه الايمان البيئه الخارجيه حقها هي سوق العمل الوزاره الى اخره. هل يمكن ايضا نتحدث عن المملكه العربيه السعوديه كنظام؟ هل يمكن نتحدث عن المملكه العربيه السعوديه كنظام؟ الاجابه ايضا نعم. هل يمكن نتحدث عن الكون كنظام؟ الاجابه ايضا نعم. هل يمكن ان نتحدث عن الذره كنظام؟ الاجابه ايضا نعم. الحين لازم نفرق ما بين نظام مفتوح ونظام مغلق. نظام مفتوح ونظام مغلق. ما هو النظام المفتوح؟ لو سمحتم، ما هو النظام المفتوح؟ ما هو النظام المفتوح؟ ليس خارج، لا، ممتاز، ممتاز يا سيما، ممتاز يا مها. إذا النظام المفتوح هو النظام، ممتاز يا مهند، النظام المفتوح هو النظام الذي يؤثر ويتأثر ببيئته الخارجية. يؤثر ويتأثر ببيئته الخارجية، رائع جدا. إذا النظام المفتوح هو النظام الذي يؤثر ويتأثر ببيئته الخارجية. هنا نصل للجزء الثاني من التعريف. الجزء الثاني، لأننا نتوقف في التعريف لحد أنه هدف العام. لكن إن كان هنا توحيد، إن كان هذا النظام هو نظاما مفتوحا، فيكون ذلك عن طريق قبول مدخلات الانبوت ومعالجة هذه المدخلات، بطبيعة الحال نحن نتحدث على البروسيسنج، ومن خلال إجراء تحويل منظم المدخلات بهدف إنتاج مخرجات الاوتبوت مع تغذية رابعة نسميها فيدباك ورقابة كنترول، وتسمى بطبيعة الحال هذه العملية بديناميكية النظام. إذا سؤالي الحين، نرجع لنفس الأمثلة علشان نفهم ما معنى ديناميكية النظام وما معنى نظاما مفتوحا. نرجع للأمثلة التي قدمتها لكم. هل جسم الإنسان هو نظام؟ قلنا نعم. وهل جسم الإنسان هو نظام مفتوح أو نظام مغلق؟ الإنسان هو نظام مفتوح أو نظام مغلق؟ كيف مغلق؟ كيف مغلق يا جاسر؟ هو نظام مفتوح، فهو يؤثر ويتأثر. بطبيعة الحال هناك مدخلات، المدخلات يمكن تكون من خلال الهواء، من خلال الأكل، من خلال المعلومات، من خلال المعلومات إلى آخره. إذا فهو يؤثر ويتأثر. السؤال الثاني، أعطيكم العديد من الأمثلة الأخرى، في الحال نرجع أيضا لجهاز الكمبيوتر. هل جهاز الكمبيوتر نظام مفتوح أم نظام مغلق؟ نفس الشيء، ممتاز جدا، مفتوح، لأن جهاز الكمبيوتر بطبيعة الحال لا يقدر يشتغل إلا من خلال بيانات، مدخلات، إنبوت ومعالجة، ثم الحصول على مخرجات. بطبيعة الحال نرجع لجسم الإنسان، يمكن يكون الإنبوت من خلال الهواء والأكل، إذا يمكن يكون الجسم لهنا في صحة، المخرجات يمكن يكون في شكل صحة جيدة. إذا ديناميكية نظام. نفس الشيء جهاز الكمبيوتر، نفس الشيء لو سألكم جامعة الإيمان هل هي نظام مفتوح أم نظام مغلق؟ هي نظام مفتوح بطبيعة الحال، بما أن هناك مدخلات عن طريق طلاب الثانوية إلى آخره، تقع معالجة هذه الطلاب للحصول على يعني طلبة اللي هم أو للحصول على خريجين عندهم شهادة عليا يمكن أن يفيدوا سوق العمل إلى آخره إلى آخره إلى آخره. السؤال الذي يطرح نفسه مثلا، قولوا لي يا دكتور ما هو النظام المغلق؟ أو هل يمكن أن تعطينا نظام مثالا للنظام المغلق؟ نعم نعم يا جاسر، اتفقتك في الواحد. مثلا الذرة، ممتاز جدا. الذرة شوف الأنظمة المغلقة، بكل صراحة، شوف بكل صراحة الأنظمة المغلقة، الأمثلة للأغلب الأنظمة المغلقة هي قليلة وقليلة جدا جدا جدا، تقريبا يعني في أمثلة تعد على الأصابع الأيدي. يعني هذه يعني جميع الأنظمة في مجال الإدارة، خلينا نقعدوا في مجال الإدارة، جميع الأنظمة هي أنظمة مفتوحة ولا يوجد نظام مغلق في مجال الإدارة. من الأمثلة المغلقة للنظام المغلق نادرة جدا جدا، مثلا الذرة أو النظام الكيميائي شو اسمه المعزول، نظام كيميائي معزول، هي يعني بعض الأمثلة. إن أردت، إن كان عندكم شخص عنده أمثلة أخرى يعطيني إياها. هذه بعض، لا الساعة ليست، لا يا يحيى الساعة ليست نظام مغلق. هناك ساعات، أعطيك مثال،
هناك ساعات يا يحيى اني ما تشتغل الا بدقات القلب. لا يجوز، نظام القانون ليس مغلق، مستحيل. هي القوانين تؤخذ من ماذا؟ من الحالات الواقعيه في البيئه بتاعنا. من اين ناخذ احنا القوانين؟ اذا هو القانون بطبيعه الحال يؤثر ويتاثر بالبيئه الخارجيه. فنحن ناخذ القوانين من الحالات الواقعيه ومن خلالها نعمل القوانين، ثم تقع عمليه بطبيعه الحال تطوير هذه القوانين. لا ليست اوكي قوانين، لكن يمكن تتغير القوانين هذه. احنا لم نقل ثابته، لا يا جاسر، لم نقل ثابته او متحرك، لم نقل هذا. نحن قلنا هل هي مفتوحه ام مغلقه. لو سمحتم، نحن نتحدث على نظام مفتوح ونظام مغلق. واضح ام لا؟ باللي واضح يا شباب؟ فهمتوا ما معنى النظام؟ ما معنى النظام اولا؟ ثم قدمنا ما المقصود بالنظام المفتوح والفرق مع النظام المغلق. ممتاز جدا. اذا اكدت جيدا على تعريف النظام. اذا النظام يمكن ان نقول اذا هو مجموعه من العناصر المترابطه والمتكامله والمتفاعله لتحقيق هدف مشترك. فالعلاقه بين عناصر النظام، العلاقه التي توجد بين عناصر النظام هي الرابطه التي تربطها معا نحو تحقيق الهدف المشترك للنظام. اذا هنا يمكن ان نقول انه لكي نعرف نظام يجب ان يكون التعريف مشتمل على ثلاث عوامل اساسيه. ما هي هذه الثلاث عوامل؟ المغلق مفصول عن البيئه المحيطه، والمفتوح يتفاعل مع البيئه. لماذا قلنا الذره؟ الذره لانها لو تفاعلت مع بيئتها الخارجيه انفجرت، وان انفجرت فلن يكون هناك نظام. هذه بعض الامثله بطبيعه الحال، هي يعني مثال اعطينا انا اللي عندي، ان كان عندكم بعض الامثله الاخرى. يعني كان جزاه الله خيرا فيكم قلنا اعطانا مثال الساعه، واكدت له ان الساعه ليست لا يمكن ان تكون نظام مغلق، لانه الساعه لو حطيناها يعني يمكن هناك ساعات هي تمشي من خلال يعني حراره الجسم او دقات القلب او البطاريه، فهي ايضا بطبيعه الحال يعني تكون هناك مدخلات وجوها مخرجات ايضا. واضح يا شباب؟ اذا النظام ومكونات النظام، قلنا انه ايضا اذا لازم ان اردنا ان نعرف النظام لازم ان يشتمل على ثلاث عوامل. ما هي؟ اذا هذا كله انه يتكون مجموعه من الاجزاء والعناصر، هذا اكدنا عليه. ثانيا ان يكون بين هذه الاجزاء علاقه متبادله او متداخله بينها او مرتبطه ببعضها البعض. وثالثا تعمل معا في سبيل هذه الاجزاء والعناصر، تعمل معا في سبيل تحقيق هدف معين او هدف مشترك. بطبيعه الحال ان كان هذا النظام نظاما مفتوحا فهو مفتوح على بيئته الخارجيه، وهناك تفاعل ما بين البيئه الداخليه والبيئه الخارجيه يؤثر ويأثر بها، وهناك مدخلات انبوت مع معالجه وعمليه تخزين ومخرجات وفيدباك. اذا يمكن ان يتضح من خلال هذه التعريفات التي قدمناها، وهنا هام جدا نؤكد عليه، اولا ان النظام يتكون من عده اجزاء او عناصر. إذا هذا قلناه، قلت يا دكتور تعيدنا للمرة الألف، نعم، لكن هنا الفكرة الأساسية الجديدة وهي أنه يمكن اعتبار كل جزء أو عنصر أيضا يمكن أن نسميه نظاما فرعيا. وهذه الإضافة، أي جزء أو عنصر داخل هذا النظام يمكن أن نسميه نظاما فرعيا. لماذا نسميه نظاما فرعيا في حد ذاته؟ لأنه إذا هنا بالتالي يمكن أن يضم النظام الواحد عدة أنظمة متداخلة. لأنه هذا النظام الفرعي يمكن في حد ذاته انه يصبح هو النظام الاساسي. اعطيكم مثال، اعطيكم مثال. قلنا هل يمكن ان نتحدث، ممتاز، الرئه نظام فرعي في جسم الانسان، اوكي، لكن لو اخذناها لحالها يمكن اعتبارها نظام لحاله. يا مشاري، لو اخذناها لحالها يمكن اعتبارها نظام لحاله، والبيئه حقها تصبح من؟ البيئه الخارجيه حق الرئه من؟ إذا كان أخذت الرئة، أنا برجع للمثال بتاعك، رحت يعني حبيت أنا بمشي معك، جميع العناصر الأخرى، جميع العناصر الأخرى اللي هي قلب الكبد إلى آخره، فهمتوني؟ خليني بمشي معاكم خطوة بخطوة، لحظة لو سمحتم. إذا قلنا أنه لو أخذنا مثلا جامعة الإيمان، هو نظام، هي نظامية، ما هي مكوناتها أو عناصرها أو أجزاءها والأنظمة الفرعية بداخلها؟ ما هي هذه الأنظمة الفرعية المكونة لها مثلا؟ الكليات، معاهد الطلاب، جامعة الإيمان، أساتذة جامعة الإيمان إلى آخره. واضح أم لا؟ الحين مثلا عمادة
التعليم بما ينقصه عماد التعليم عن بعد، اللي هي تعتبر جزء داخل نظام كامل وهو جامعه الايمان. لو اعتبرنا الحين، اذا قبل كل شيء، ما هي بيئه جامعه الايمان؟ ما هي البيئه الخارجيه لجامعه الايمان؟ البيئه الخارجيه حق سوق العمل، صح ولا لا؟ الوزارات الاخرى، الدوله، الوزاره، وزاره التعليم الى اخره. الحين لو اخذنا عماد التعليم عن بعد، اللي هي من المفترض هي نظام فرعي داخل نظام كبير، صح ولا لا؟ هي نظام فرعي داخل نظام كبير وهي جامعه الايمان. لكن الحين سنعتمد عماد التعليم، او خلينا ناخذ مثال كليه الاقتصاد والعلوم الاداريه، نفس الشيء، كليه الاقتصاد والعلوم الاداريه هي التي ستصبح النظام حقنا. كليه الاقتصاد والعلوم الاداريه هي التي ستصبح نظامنا. اذا ما هي العناصر او الاجزاء او الانظمه الفرعيه لكليه الاقتصاد والعلوم الاداريه؟ اقسام، الاقسام المكونه لها، الاقسام، طلاب كليه الاقتصاد والعلوم الاداريه، اساتذه كليه الاقتصاد والعلوم الاداريه، وما هي البيئه الخارجيه لها؟ وما هي البيئه الخارجيه لهذه الكليه؟ من ستكون البيئه الخارجيه لها؟ الجامعه ممتاز، سوق العمل ممتاز، الكليات المجاورة رائعة جدا، رائعة جدا يا عائشة، أيضا تكوني ما شاء الله عليكم يعني وزارة تعليم إلى آخره، فهمتوا أم لا؟ إذا كل نظام يتكون من أنظمة فرعية، وكل نظام فرعي يمكن هو بحد ذاته يصبح نظام، والأنظمة الأخرى تصبح البيئة حقه. واضحة الفكرة؟ واضحة الفكرة؟ ممتاز. التوضيح الثاني من خلال هذه التعريف أن الأجزاء أو العناصر والأنظمة الفرعية هي ترتبط مع بعضها البعض طبقا لنظام اتصال محدد، طبقا لنظام اتصال محدد، وهذا الارتباط هو الذي يعطي النظام صفة التكامل والتماسك. إذا هنا إذا حدث خلل، هام جدا هنا، إذا حدث خلل في نظام هذا الاتصال تبدد عقد النظام ولم يحقق أهدافه وقد لا يتلاشى. ما معنى هذا؟ أوضحه. يعني إن افترضنا بما أنه يعني النظام هو مجموعه من العناصر او الاجزاء والانظمه الى اخره، مثلا ناخذ جهاز الكمبيوتر، كيبورد، شاشه، ماذر كارد الى اخره، ان حصل اي عقب في اي جزء من اجزاء هذه الانظمه او المكونات، ماذا يحدث للنظام ككل؟ يمكن النظام ان يتعطل، ويمكن لا يقوم بدوره، يصبح فيه خلل، ويمكن ان يتلاشى افضل، يمكن ان يذهب على نفسه، ان يتلاشى. واضح ام لا؟ النقطة الثالثة والأخيرة والاستنتاج الثالث والأخير أنه هذا النظام يعمل لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف محددة تحكم نشاطه وتحدد العلاقة بين أجزائه، وهي السبب أصلا في وجود هذا النظام. هذا مهم جدا. إذا السبب أصلا في وجود هذا النظام، ما هو السبب في وجود أي نظام؟ لا يمكن أن يوجد أي نظام بدون وجود هدف له أو مجموعة أهداف. إذا يجب أن تؤدي أهداف النظم الفرعية، بطبيعة الحال كل نظام عنده مجموعة من الأجزاء والعناصر، وكل جزء أو عنصر عنده أهداف فرعية إن أردنا، إذا يجب أن تؤدي أهداف الأنظمة الفرعية إلى تحقيق هدف أو أهداف النظام الرئيسية. واضح يا شباب؟ واضحة؟ فكرة؟ ممتاز. النقطة الثانية فيما يخص ماذا يا عود؟ النقطة الثانية قلنا أي نظام، قلنا النظام يعني هو متكون من أجزاء وعناصر، وهذه الأجزاء والعناصر هي لازم تكون مرتبطة ببعضها البعض. يعني ليه؟ هل يمكن مثلا أن نجد القلب لحاله والرئة لحالها والكبد؟ لا. أو مثلا نجد، خلينا ناخذ المنظمة، نجد التسويق يشتغل لحاله، ما عندوش علاقة بالتصنيع، ما عنده علاقة بالمالية، مستحيل. إذا فجميع العناصر ومكونات النظام بتاعنا هي مترابطة ومتماسكة، فأي خلل يحدث داخل أي نظام فرعي فإنه يحدث خلل على النظام بصفة إجمالية، ويمكن أن يتلاشى هذا النظام، أن يمشي، أن يذهب على حاله بما أنه لم يحقق أهدافه التي رسمت من خلالها. إذا الحين سوف نتحدث عن أحكام تحديد النظام، أحكام تحديد النظام. إذا من أحكام تحديد النظام
النظام، هناك ستة أحكام لتحديد النظام، هام جدا هنا نفس الشيء، هامين جدا. ما هي الستة أحكام؟ ليست بالضرورة أن تكون مرتبة، ليست بالضرورة أن تكون مرتبة، لكن أنا حاخذها على حسب منطق معين ومنهج معين. بالنسبة إلي سوف أبدأ بالحدود والنطاق، أي نظام لازمني بعرف ما هو النظام الذي سأتحدث عنه. هل سأتحدث مثلا عن جامعة الإيمان كفضل؟ أو سأتحدث فقط عن كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية؟ فهي تختلف لهنا. فهمتوني أم لا؟ إذا الحدود والنطاق، وهنا الحدود والنطاق هي تحدد حدود النظام، ما هو داخل النظام وما هو خارجه. فالنظام يعمل ضمن حدود مميزة حتى ولو تداخلت مع الأنظمة الأخرى. ثانيا بطبيعة الحال ما الغرض أو الهدف من هذا النظام؟ إذا من أحكام تحديد النظام قلنا أولا الغرض الحدود والنطاق، ثانيا ما الغرض أو الهدف من وجود هذا النظام؟ أي أن أي نظام يعمل لتحقيق غرض معين، وهو السبب قلنا في وجوده والنقطة المرجعية لقياس نجاحه. كيف نقيس نجاح أي نظام؟ من خلال الهدف الذي رسم لأجله. فإن وصلنا للهدف بطبيعة الحال فبطبيعة الحال يمكن أن نقول أن هذا النظام بطبيعة الحال كان ناجح، وإلا والعكس بالعكس بطبيعة الحال. إذن هذا النقطة الثانية أو الأحكام تحديد النظام. العنصر الثاني، العنصر الثالث بطبيعة الحال، وهي ما هي العناصر المكونة للنظام. العناصر المكونة هي وجود أكثر من عنصر في النظام، فيمكن أن يمتاز كل عنصر بخصائص ذاتية تميزه عن الآخر إلى حد ما، لأن كل عنصر يمكن في حد ذاته أن يكون نظاما لحاله. تذكروا أن قلنا أي جزء أو عنصر أو نظاما فرعيا. ثم ثالثا أو رابعا آلية العلاقات بين هذه العناصر. ممتاز، يعني العلاقات قبل كل شيء، أي هناك وجود علاقات منطقية لازم تكون تكاملية بين عناصر النظام المختلفة. ثم بطبيعة الحال آلية العمل. آلية العمل يعني وجود آلية معينة متناسقة يعمل من خلالها النظام لكي يؤدي الغرض الذي وجد من أجله، فلا بد هنا من وجود آلية تحكم هذه العلاقة. آخر عنصر هام في أحكام تحديد النظام وهي بيئة النظام بطبيعة الحال، لأنه نحن نتحدث في مجال الإدارة وجميع الأنظمة هي أنظمة مفتوحة، إذا عندها علاقة تؤثر وتتأثر ببيئتها الخارجية. وبيئة النظام هنا هي أي شيء وثيق الصلة بالنظام يقع خارج حدود هذا النظام، مثل مورد إذا كان منشأة تكون موردين مستهلكين إلى آخره إلى آخره، علما أنه المدخلات تعبر حدود النظام، يعني الإنبوت تعبر حدود النظام من البيئة، بينما تذهب المخرجات إلى خارج حدود النظام متجهة إلى البيئة الخارجية لها. واضحة الفكرة يا شباب؟ واضحة الفكرة؟ ممتاز جدا. هل بالله هل صوتي واضح؟ هل لغتي واضحة؟ هل كلامي واضح؟ هل الأمثلة واضحة بسيطة وواضحة؟ إن شاء الله. ممتاز جدا. إن كان في أي سؤال أنا على ذمتكم، ما عندكم ولا مشكلة، إن شاء الله أجيب على جميع أسئلتكم. الله يجزاكم خير، بارك الله فيك. إذا الحين سوف نتحدث عن نظرية النظم. نظرية النظم، تعرفوا أنه أي يعني عنصر لازم يكون وراءه نظرية. فهنا بطبيعة الحال ظهرت فكرة النظم. على من ظهرت؟ على يد العالم الألماني. هنا حتجدوا أمامكم اسمين أو ثلاث، يعني بعض الأسماء قليلة وقليلة جدا، وطالبكم بمعرفتها مع بعض التواريخ قليلة وقليلة جدا. شوفوا هنا فكرة النظم ظهرت على يد العالم الألماني لودويغ فون برتولت، وكان ذلك سنة 1937 ميلادي. يارثنا الأمثلة هي أمثلة لكي أفسر لكم بطبيعة الحال، أعطيكم هذه الأمثلة لتحليل العناصر التي نقدمها ولكي تفهموها بصيغة سهلة جدا. لودوين فون برتولت، سهل جدا، نكتبه بالعربي عايشة من مع التاريخ. وكان ذلك سنة 1937 ميلادي، أو كتبته فاطمة الله يجزاها خير بالإنجلش، لكن ما راح نقول لك من هو، ولا يهمك، ما راح نقول لك من هو العالم الألماني، لكن خليكم يعني عايزكم تعرفوا يعني نظرية النظم ظهرت على يد العالم الألماني لودوين فون برتولت. وبماذا سماها؟ هذا هام جدا، أنا أحب أعرف سماها بماذا هذه النظرية؟
سماها ممتاز جدا يا عهد، سماها يا مهند جزاك الله خيرا، سماها بالنظرية العامة للنظم، سماها بالنظرية العامة للنظم. هام جدا هنا انتبهوا، يعني فكرة النظم ظهرت على يد العالم الألماني كذلك سنة 1937 ميلادي، وسماها بالنظرية العامة للنظم. ماذا قال لوين فونتفيلا لما قدم هذه النظرية، النظرية العامة للنظم؟ ماذا قال؟ قال لفهم وحدة كلية لابد للمرء أن يفهم بدقة أجزائها المعتمدة على بعضها البعض. ما معنى ذلك؟ يعني جاء قال مثلا لكي نفهم، خلينا نرجع دائما، نرجع دائما للمثال البسيط جدا، جسم الإنسان. العلماء لكي يفهموا الإنسان ككل ماذا فعلوا له؟ جزأوه. جزأوه. إذا أرادوا أن يفهموا بدقة أجزائه المعتمدة على بعضها البعض المترابطة. وشوفوا قوة ربي سبحانه في خلقه لحد اليوم لم يفهموه بصفة 100%. حببنا انكرنا في العديد من التفاصيل البسيطة والصغيرة ما زالوا يبحثون في ذلك، سبحان الله. لكن احنا خلينا في موضوعنا، قلنا لفهم وحدة كلية لابد المرء أن يفهم بدقة أجزائه المعتمدة على بعض البعض. هذه كانت فكرة العالم الألماني لودويج فون بيرتولدي لما جاب هذه النظرية وسماها بالنظرية العامة للنظم. لكي نفهم جميع الكلمات لابد ان نفهم الكليات والمعاهد التي معتمده على بعضها البعض، نفس الشيء الى اخره الى اخره. لكي نفهم جهاز الكمبيوتر، لكي نفهم السياره لازمنا نعرف المحرك وكيف يشتغل الى اخره، لكي نفهم جهاز الكمبيوتر لازمنا نعرف العناصر المكونه له جزءا جزءا الى اخره الى اخره. زي اي نظريه هذه النظريه تطورت، زي اي نظريه هذه النظريه تطورت، وكان تطورها على يد العالم الامريكي كينيث بولينج سنة 1956 ميلادي. ممتاز يا نوف وممتاز يا فاطمة. على ماذا استند كينيث بولينج؟ على ماذا استند كينيث بولينج؟ كينيث بولينج في تطويره تقريبا بعد 20 سنة على مدى البساطة، ليس البساطة فقط، على مدى البساطة والتعقيد في عناصر وآلية عمل النظام. ايش قولوا لي يا دكتور، هذه فزورة ولا ايش؟ لا، كينيث بولينج استند فعلا الى مدى بساطه النظام، لكن ايضا قال ان العناصر واليه العمل هي معقده في حد ذاتها. يعني لما احنا نجي نشوف جهاز كمبيوتر، ايه جهاز كمبيوتر في حد ذاته كنظام معلوماتي عادي جدا وسهل، لكن لو دخلنا الى عناصره ومكوناته واليه العمل حقه حنلقى عمليه تعقيد. تعقيد نفس الشيء بالنسبة لجسم الإنسان، نرجع دائما للأمثلة العديدة. لو أخذنا الإنسان يعني في حد ذاته أوكي، يعني متكون من عناصر وأجزاء، لكن يعني معقد في عناصره وآلية العمل حق النظام الذي نتحدث عنه. نفس الشيء السيارة، نفس الشيء جامعة الإيمان، نفس الشيء أي نظام إن أردنا نتحدث عنه. هذه كانت فكرة كينيث بولينج في تطويره للنظرية العامة. واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ ممتاز. إذا الحين سوف نتحدث عن نماذج النظم السائدة، سوف نتحدث عن نماذج النظم السائدة. ما معنى نموذج؟ ما معنى نموذج يا شباب؟ خلينا نبدأ، ما معنى نموذج؟ وسيلة إن أردنا، إيش ثاني؟ تصميم، وسيلة تنفيذ، أداة، مثال. بالإنجليزي يقولوا له model إن أردت. model. إذا يعتبر النموذج وسيلة تمثيل مجردة إن أردنا، يعتبر النموذج وسيلة تمثيل مجردة تعوض عن استخدام الشيء الأصلي. يمكن أن نسميها أيضا كينونة، الكينونة هي أي شيء يمكن أن يوصف. إذا النموذج يعتبر وسيلة تمثيل مجردة تعوض عن استخدام الشيء الأصلي وتسمى، أي يمكن أن نسميها كينونة. مثلا لو طلب منكم أن تمثلون الجبال والأنهار والبحيرات في المملكة العربية السعودية، كيف يمكنكم أن تقدموها لي؟ ما هو النوع النموذج الذي يمكن أن تستعمله؟ ممتاز يا أفراح، في شكل خريطة مثلا، رائع جدا، مجسم خريطة ممتاز، خاصة الخرائط، لنا تلقى عندنا خرائط الجبال، خرائط الانهار والبحيرات الى اخره، صحيح ام لا؟ في شكل خريطه خاصه. ايضا اذا
سعر استخدام النماذج في مجال نظم المعلومات الإدارية للتسهيل والمساعدة في اتخاذ القرار. لماذا حطينا هذه النماذج؟ لماذا وجدت هذه النماذج؟ لماذا الخرائط؟ لماذا اليوم جوجل مابس؟ لماذا شو اسمه نستعملوه ايضا جوجل مابس، نستعمل يعني العديد، هذه الانظمه التي تساعد وتسهل في اتخاذ القرار. اذا ساعد استخدام هذه النماذج في مجال نظم المعلومات الاداريه لكي تساعدنا البوكينج ان عرضنا الى اخره، تساعدنا في اتخاذ القرار. فالمديرون يستخدمون هذه النماذج لكي يمثلوا المشاكل واسبابها تمهيدا لحلها. تمهيدا لحلها. لحد الان يا دكتور ما علاقه النماذج بنظم المعلومات الاداريه؟ حياتيكم الحين. ماكليوت، وهذا اسم ثالث ان عرفته لكن ما راح اسالكم عنه. ماكليوت قسم نماذج النظم الشائعه الى اربع اقسام. ماكليوت قسم نماذج النظم الشائعة إلى أربع أقسام. ما هي هذه النماذج؟ قسمها إلى نماذج مادية، نماذج قصصية، نماذج بيانية، ونماذج رياضية. أظن الوقت داهمنا نوعا ما، الوقت داهمنا. أحاول أن أعطيكم بصفة سريعة على النموذج خاصة، لكن لأنهم هذه النماذج هامة وهامة جدا 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 وتسألون عنها. إذا سأبدأ بالنموذج الأخير وهو النموذج الرياضي، بعض الثواني يتبقى لنا ثم بنرجع ليها ان شاء الله الاسبوع المقبل. النموذج الرياضي، ما معنى النموذج الرياضي؟ هي نماذج اكثر تجريبا وتعتمد على مبدا اختصار الحقائق الى رموز رياضيه ووصفها بصيغه رياضيه معينه. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ يعني مثلا زي انتم درستوا الرياضيات صح ولا لا؟ درستوا الرياضيات فقط. خلاص اتوقف الحين يا عهود، عندك حق اتوقف الحين. خليكم تفكروا في هذه النماذج ان شاء الله الاسبوع المقبل نلتقي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وان شاء الله يعني حاسس اعجابكم هذه الحلقه واستفدت منها، وان شاء الله ملتقانا بحول الله الاسبوع المقبل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.